فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا مسحت على الخفين في الوضوء وبعد ذلك خلعتهما، إذا مسحت على الخفين عند وضوئي ثم بعد ذلك خلعتهما، فهل يفسد وضوئي بالخلع؟ نعم، يبطل الوضوء، يبطل الوضوء، لأنك أزلت الممسوح عليه. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.